السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سيده الدار سلسله اطباق الحاجه فاطمه. اللي غادي تقدم لنا اكله قديمه جدا اللي هي اللحم بالروز، اللي كتجي لذيذه جدا بطريقه مبسطه سهله وسريعه. نخليكم على المقادير وطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. يلا نسيت. مرحبا، السلام عليكم. السلام. شنو غتصوبي لنا هذا النهار؟ نصوب ان شاء الله واحد اللحم بالروز اللي كنصوبو من زمان. فكرني شحال من عام كنتي كتصوبي؟ مزيان هادي ديما كنصوبو، غير هو كان كيعجب باك الله يرحمه بزاف، كنت كنصوبو بزاف شحال هادي. دابا ولينا ما تعجبكمش بزاف. لا، انا اكلة ديالي مفضلة كتعجبني. المهم نشاركوها بالناس. حنا شحال هاديك اكثر هي كنطيبو. حماتي مسكينة الله يرحمها كانت هي اللي ولات ولي، كانت ديما كتخدر بالروز، ديما تدير الروز الخضرا ولا. المهم دابا نشاركوها مع الناس. بزاف على الخضرات شحال هادي. ايوا المهم ديما كنوعو. المهم كيجي لذيذ، حنا كيعجبنا كيجي لذيذ جدا. علاش كيعجبنا؟ النهار قلت باش نصوبو باش نوري البنات. انا كنصوبو كنصوبو على طول. اطلع ان شاء الله. اللحم بالروز، اللحم بالروز ما كاين اللي باغي سميتو الدراري ياكلوا الروز، ولا ما كانش الخضره، ولا كان شي بلاصه ما فيهاش الخضره ولا شي حاجه. الروز كيجي مهائل، كيجي زوين الطريقه هذه كما كنت كنصوبو زمان. غادي نوريكم كيفاش كنصوبو الروز. راه كلشي كياكلو كلشي كيعجبو. تانا المقادير بعدا شنو قصه الفاصمه؟ هذه واحد الفاصمه، الفاصمه ولا المنديه ولا شي، هذه تنخيط بحال اللي كيشتي بحال اللي كيس. كنعمرها بالروز وتندوي عليها بحال هكا. هي اللي فاش كن يا فاش كندير هذا الروز هذا مخيطه من الجناب. مخيطه من الجناب. انا دابا هذه يلاه خيطتها، يلاه وجدتها. ما هي انا عندي في الدار، عندي في داري عندي واجده غاديه، عندي واحد، عندي غير واحد الشبكه، الشبكه اللي كتكون تحت الكسيوات ديال البنات، وهي موسلين. ماشي موسلين، واحد الشبكه كتكون غليظه شويه، كتكون مثقوبه مزيان على عكس مثقوبه اكثر من الفاصمه، كتكون تحت الكسيوات ديال البنات ولا ديال العروسه ولا هذا. المهم كتكون ما عرفت كي سميتها، مشى لي سميتها دابا. المهم عندنا غراض غير الفاصمه ولا شي حاجه نقياها، هي هذه غسلتها ونشفتها باش ندير فيها الرز ونوريكم كيفاش. هذا الرز حنا ضروري غنغسلو ان شاء الله. المهم دابا نعطي المقادير هما الوالا. عندنا هنايا كيلو الله رد اللحم، ولا نص كيلو ولا الرابعه اللي بغيتي تديري على حسب الاستطاعه. دابا غيتعشاو لنا الناس، بغينا نديرو هاد القدر. المهم عندنا هنايا اللحم، عندي هنايا البزار، هذا كيدير البزار. عندي هنايا الخرقوم ولا الزعفران، الليمون، وين ولا هذا البلدي، هذا الزعفران البلدي. نديرو هذا شويه الملحه، بصله بحال هكا، وهذا عريش ديال القزبر نديرو هكا. وهذا الروز، الزيت بلديه ولا كنخلطها ولا كندير الروميه اللي كانت واجده عندنا في الدار. المهم حاجه. المهم هادو هما المقادير، هادو هما المقادير، ما فيهمش بزاف. نبداو ان شاء الله. نبداو ان شاء الله. انا غادي نشوض هاد البصله ونرجع عندك نوريك كيفاش غنشوض بعدا البصله ان شاء الله. هانتيا بصنا، نجيب ما نجيب معلقه. هانتيا دابا غادي ناخذ هاد اللحم، اللحم هادي نديرها في الطاوة، نديرها في الطاوة حتى هي غنوريك. يلاه معليش معليش. بسم الله. حنا بغينا نشوفو العطرية والقياس العطرية. قياس العطرية أنا غنعطيك. ما غرضناش في اللحم، غرضنا في القياس. القياس واخا. هانتي بسم الله ندير البزار. هانتيا بحال هاكا البزار بحسب معلقه صغيره. معلقه صغيره ما عمرهاش بزاف، يعني هو كيبغي البزار شي شويه. هاد سميتو هاد الروز كيبغي شويه البزار. هنا غادي ناخذ هاد الزعفران، كيتكلم بزاف هاد الجاج. كاين اللي كيدير هاد الخرقوم، كاين اللي كيدير الاخر ملوين. لا هذا هو اللي زوين الصراحه، هذا لذيذ. نديرو هذا صافي. هذا لذيذ، زعفران بلدي ما كاين ما احسن منه. انا دائما ما تنضربش الجناب ديال الكوكوت، كنت قلت فايت قلت لك. ايوا غادي ندير هاد شويه الملحه، شويه الملحه. تورينا القياس ديال الزيت. الملحه انت غادي تاخذي القياس، الملحه على حسب الذوق. ياك الزيت غادي نعبرك ماشي مشكله. دير لنا شحال تقريبا كديري؟ معلقه كاس صغير. كندير الكاس صغير ديال اتاي حيت دابا على حسب الروز. صافي كاس صغير ديال اتاي راه معروف. دير لنا كاس. انت كديري عينك ميزان. ندير الميزان. بسم الله. انت بسم الله.
شويه تيبغي لي دم هاد الروز. ما كديريش روميه؟ كندير روميه كنخلطو. اديريها دابا ولا لا؟ ندير شويه غادي ندير دابا نص كاس د الماء، نسيت ما حطيتوش. واخا نص كاس د الماء باش غادي نسيت يعني نص كاس د الماء شتي فاش هذيك العطريه كتدخل في اللحم. دابا نشحرو ولا ديري بصله؟ نسيت نشحرو بعدا حتى غادخل فيها هاد الشرم ولا في اللحم عاد ندير بصله فهمتي؟ ايوا نخلي البصله من بعد حتى كتشحر لي هاد اللحم مزيان في هاد الضغميره العطريه وعاد تندير البصله من الفوق ان شاء الله ونشوفوا الرز حتى هو صافي صافي ان شاء الله بسم الله كتفيلمي صافي دابا شعلتي عليها انا شعلت عليها حتى تغلى مزيان وتشحر من شويه عاد نزيد البصله حتى هي تشحر معاها ان شاء الله المهم داك اللحم تدخل العطريه تدخل في اللحم مزيان شحرات اللحم في ديك العطريه شفتيها اييه شحرات داك الشرف دابا غتدير بصله دابا غادي نزيد هذيك البصله اللي انا شلتها ما مشلتهاش بزاف دابا غادي عاود نخليها تشحر مع هاد البصله مزيان عاد نزيد الماء باش غطيب اللحم ان شاء الله اييه شفتيها نخليها دابا تشحر مع هاد البصله ندوزو للرز وعاد ندوزو دابا للرز نغسلو انتيا نغسلو روز روز هو روز عادي عادي ولا هاد الشكل هكا ولا صفر ولا المهم الروز في المكان كيصبغ منغسلو نديرو فداك ان شاء الله ماما هذا عليك دابا عندك الروز ان شاء الله هذا اللي قلت لك عطيني غسلتها مرة ثانية باش ما نتبقاش بشي حاجة شكون نقية كاين دابا اللي عنده داك هذا بلا ما تكون بحال الكيس راه غير سرحي غير كتكبي فيها الروز غير كتجمع عرفتها ما انا دابا هذه حيت صغيره هذه الفصمه صغيره خيتها باش تولي بحال الكيس وتا هي كتوسع يعني مزيانه انها ملي كتنفخ الرز كتاخد كتوسع كتاخد الحجم ماشي مشكل المهم تكون شي هذا ديال الشبكه وصافي باش يدخل المرقه وداك الشيء فاش غيطيب الرز ها هي الرز مغسول ما طيب كتهزها تقطر بسهوله انا ساليت ها هي كتعقدي كنعقدها بحال هكا صافي باش كنخلي فيها شويه تنفس باش ملي كيطيب كيلقى فين يتساع ضروري تخلي ما تزيريهاش ما تزيريش الكيس ولا الصرا دابا غادي نديها نديها نوريك كيفاش ندير لها ان شاء الله شحرات مزيان شتيها كي مشحره مع داك هذاك نص كاس الماء اللي درت ما زدتش مازال حتى كتشحر مزيان فهاداك ما زدتيش مازال لا ما زدتش الماء دابا غادي ندير غادي نزيد الماء اللي غطي فيه اللحم داك القزبور اللي قلت قبيله ها هو داك القزبور ها هو شتي غادي نديرو هنا في الجنب اييه نزيد واحد زلافه د الماء هكا دابا وديري غتزيدي مازال الماء اخر؟ اه غنزيد مازال الماء قبل ما ديري الرز الرز تيشرب الماء غنزيد غنزيد واحد اخر هكا ياك غادي نحرك مزيان باش تقاد داك العطريه مزيان هكا هكا ياك عاد داك الرز نديرو بحال هكا شتي نغطسو شويه في الماء هانتي خصو يتغطس هكا شتي وما يجيش خصو يتغطس باش يشرب داك المرقه هكا يجي لذيذ شتي باش يجي لذيذ عاد نسد عليه انا كنخلي الطريف شتي باش ما تتهرش كاين اللي كيخليها انا دابا غادي نسد عليه واحد شويه واحد ربع ساعه ولا ان شاء الله هذا ونرجعوا نعاود نمشي نحل عليه ناخذ غير داك الرز باش حيت الرز ما خصوش يطيب قدو قد اللحم ولا كديري اللحم حتى كطيب نص طيب عاد ديري الرز ولا تديري الرز مع اللحم وتحيدي الرز وتخلي اللحم طيب كيما بغيتي ان شاء الله ياك واحد شويه غادي نحلو نحيد الرز ان شاء الله واخا ان شاء الله خليتي لي انا حليت عليها شتيها شتيها دابا غادي غير نجبد هاد السريره هكا ها هي شتيها كنحطها هنا صافي تنحلها كنحلها وخر دخلنا شنو هذا راه باقي ما طابش غادي نردو مازال يطيب شتي مازال غنردو يطيب ان شاء الله بقى هادشي عليه عليه ان شاء الله صافي دابا هادي وجدات غنحلها دابا صافي ونخليها باش ما تعجنش حيت الا خليتها هكا غادي تعجن غنحلها وكلها سميتو ان شاء الله نسرحها باش تبرد باش يبرد داك الروز
فهمتي ماشي بعد شتي دابا هاد الصلاه كتجي شويه صعيبه مع الاخرى كنعطيها بحال سميتي عقلتي منين تك داكشي علاش عقلتي بزاف لا خليتها شتي خليتها واسعه شتي شي مرقوبه هاي تحلات هاي تحلات شتي هو دابا الرز طاب صافي غادي نكمل فهمتي طاب داك راه صافي بحال الفوار دابا حتى تبرد حتى تبرد شي شويه عاد نسوسها واخا صافي بالنسبه الى حليتيها ولقيتيها ما طايباش ما طايبش كتردي تعاود تعقديه وترجعي تعقدي وتردي ولكن انا حيت قصو دابا لقيتو طايب ها هو طايب صافي هذا راه طاب هذا هو الجهد اه الوجه دابا بسم الله دابا راه غادي نصب ماما نعم هتصبي نصب دابا العشاء يلا بسم الله وجد ها هو وجد غنشربو ها هو الكلبة بقاش فيه الماء لا ديك الصحه الكلبه الرز كذلك الرز هو سخون بديت سخن سخنته في الكسكاس صافي الكسكاس حيت الا رديتيه سخن في الماء بقى شي حاجه غادي يعطوني يجي ماشي واعي شي سخن في الكسكاس باش ما يشربش الماء يولي معجن فهمتي سخن في البخار بالبخار ضروري سخن في شي كسكاس ولا في شي المهم باش ما يبقاش الا درتي في المرقه ماشي سخن غادي سميتو غادي يشرب لك داك المرقه يجي معجن هادي راه حتى داك القصبور دابا مابقاش كيبان دابا بقى وقيلا غير العويد ديالو دابا هاد شتي بقى هاديك العويدة غنحيدو هادي الطاوله شي اللي في الطاوله غادي نسيب فيها هذا الروز ياك داك الروز غادي نديرو في الطاوله باش يشرب ليا ديك الدغمره اللي بقات لاصقه شتي نجيب لك هذيك الخشب اللي حيدنا لا صافي غير هادي هادي شتي غير بهذيك شتي كتلحس الكوكو كتمسحي بها داك الدغميره بحال هكا عرفتي تجي جلدي تجي بحال المفور ومنسم داك المرقه ديال اللحم شتي انا شحال هذه كنت كنديرو غير هكا كنصوبو كنحطو دابا ولينا تنديرو بهاد الزلافه هذه باش يجي على حسن مقاد حسن اه الزلافه بحال هكا كيجي زوين اللي ما عندوش زلافه غير بالمغرفه تيجي زوين بحال هكا وتنحطو بحال هكا نعاود ندير سلافة أخرى في الزيفات بحال هكا صافي تيجي فهمتيني بحال هكا واخا ما واخا يتشتت ماشي مشكل اللي بغا يزيد يقادو يتفركس عليه راه كيزيد يقادو مزيان يلا ماشي مشكل فهمتيني دابا عاودتي ندير هدا هكا عاودتي هدا هنا المهم دابا باش يتحطوا صافي ماشي باش يتحطوا صافي ماشي ضروري حيت هو اصلا ما غاديش يوقف هذاك خصو يكون الطبسيل يكون كبير وتحطيه هكا بوحديتو تهداه اللحم بهذه الطريقه التقليديه الطريقه العاديه انا دائما شحال هذه ماشي الزاج ولا تفركس لا ماشي تفركس يعني راه عطى لها الطرق ياك صافي الوقت تفركس عليه مزيان المهم كي كنت كندير شحال هذه انا وريتك دابا شو كي جلديد جلديد اهم حاجه الصوص ديال الخضر جافني اه انت شتي كتصور ديال ليها حتى باش كتصير مزيان مع الجبانيه جنبليه صافي صافي اهو عندنا وجدات غنحطوها لا داك الصحه اهو وجد ماما الله يعطيك الصحة صحة وراحة اللحم ديالنا وجد اه هي وجدات اللحم خلاص داك الشرف فيها الله يعطيك الصحة جديد هادشي زوين ولديد وحنا عارفينو ضايقينو من زمان سنوات هادي ملي كنا صغار جربتو عاجبك ان شاء الله لذيذ المهم اللذة كتكون لا تقاوم ماما شكرا شكرا على المجهود صحة وراحة الله يعاونك مع السلامة
وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.